دونك شكون ماتش نصور ماتش باهي فيه ريتم فيه اون جو ان شاء الله نحن نكونوا حاضرين لجور جي باش نلعبوا برشا واقعيه ان شاء الله. ما ننساوش الماتش فيها عليه فيه الوتور دونك باش نحاولوا الماكسيموم ناخذوا باينا في الالي ونكونوا واقعيين وان شاء الله ربي يجيبنا في السويق. ياسين اكثر حاجه معروفه على الفريق الجنوبي انه يلعب برشا لاتاك ما يخلي باللي سباس كثير هذاك مو واضح لكن انتم ديفونس اسبيرونس شنو حضرتوا للدرجه هذاك؟ اكيد قاعدين نحضروا في الماتش بشويه بشويه قاعدين نقفوا على كل كبيره وصغيره كما قلت لك ان شاء الله في الجورجي نكونوا بيان ابليكي كونسونتري على كل كبيره وصغيره حضرنا له بالكدي ان شاء الله ناسب باذن الله نكونوا حاضرين ان شاء الله. النتيجه ترضيكم قبل باش تمشيو مرتاحين للنيابه؟ ما فماش علم صحيح في الكوره ما فماش نتيجه نحن اكيد نتمناو الفوز معناتها باش نمشيو غادي مرتاحين شويه مي هاك شفت معناتها حتى كي عملنا سيستم مع لاسيت روحنا مترشح من كوت ديفوار دونك باش نلعبوا باش نكونوا واقعيين هذا نصف نهائي ما فيهوش احكام دونك ان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله فرحوا الجمهور. ياسين لونجور في الدومي فينال هذا صحيح باساج الفينال اما زاد الترشح المونديال المونديال الانديه خصوصا الكلاسمون قرب برشا سان داونز والترجي. بون صحيح الحقيقه كملاعبيه وكستاف ماناش قاعدين نخموا على كاس عالم الانديه معناتها هذيك حاجه ان شاء الله تجي بطبيعتها ان شاء الله ربي يكتبها لنا اهم حاجه هو الدومي فينال توا نغزو للفينال معناتها على بعد خطوه ما نحبوش نسبقوا الاحداث قاعدين نخدموا الاسبيرونس قاعده تخدم قاعده واقعيه السنه بالكدا دونك ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله كما قلت لك نفرحوا العباد السنه الجايه. نول مستير يعني وشويه انتقادات اللي جات معاه هل جا في وقته انه فما حاجات تتصلح لا بالعكس قبلنا بونتو دقيقة 97 ما شفناش الحقيقة مستير معناتها عملت اونجو كبير ولا حتى فرص ما شفناش مميش معناتها نحى فرص خطيرة ولا كذا باهي يمكن بونتو كما قلنا احنا بلغة الدنيا كف صغير يفيقنا يخلينا ندخل ماتش سان داونز بحال حريين اكثر كما قلت الترجي قاعده تاخذ في كل ماتش ماتش ان شاء الله جاي خير الاسبيرونس وان شاء الله جاي خير الجمهور. الجمهور كنت حاضر في الفينال عمناوي جمهور ما عندي مزيد على الجمهور كان ابليكي مده المواسم وكان يدز مع الاسبيرونس كما العاده ان شاء الله ناصر باش يدز معنا باش يموتيفينا مده 90 دقيقه باذن الله نخليوها يروح فرحان باذن الله. لا ما فماش اختلاف كبير عمناوي المنافس يتبدل اللي هو الاهلي المصري لعبنا لوي كلوب للجمهور اللي هو المساند الكبير للجمعيه دونك السنه واقع اخر السنه ادفيرسير اخر بالجمهور نتاعنا كما قلت لك الاسبيرونس اكثر واقعيه في الماتشات هذوما قاعده تعرف كيفاش تجري في الماتشات قاعدين نشوفوا في اون جو باهي من الاسبيرونس في ريتم باهي بارفوا معناتها مانيش قاعدين نطوروا من الكوره مي قاعدين في اغلبيه المباريات نشدوا في الجو دونك ان شاء الله الماتش هذا يكون حافز لينا نحنا دومي فينال شامبيونز ليغ مش ديما تلعب دومي فينال على بعد خطوه للنهائي دونك قاعدين ناخذوا في كل ماتش ماتشو ان شاء الله نكونوا حاضرين باش نفرحوا العباد ونحاولوا الماكسيموم نروحوا بريزيتا بوزيتيف. لا فماش نصف نهائي ساهل ولا ادفيرسير ساهل الحقيقة إذا تلقى ادفيرسير يتكيك معناتها باش يبريسيك وباش يضغط عليك دونك أكيد الماتش باش يكون فيه فترات لينا نحنا وفترات لهم إن شاء الله في الفترات القوى نتاعنا نحنا نكونوا واقعيين ونكونوا ونجسموا الفرص اللي باش تجينا إن شاء الله نكونوا التالي معناتها سوليدي أكثر من اللازم وإن شاء الله كما قلت لك نحاولوا ناخذوا الترشح من الأول إن شاء الله. فما برشا حسابات مي نحنا ما نحاولوش نحسبوا برشا نحاولوا نلعبوا اكيد لوبجيكتيف ما نقبلوش ومركيو مي باش نجريو الماتش كومي الفو اكيد الناس كل باش تكون ابليكي تكتيكمون وتكنيكمون في التيران باش نحاولوا كيما قلت لك نكونوا سوليدي التالي وان شاء الله الفرص تجينا ان شاء الله نجسمهم ان شاء الله. ليه مش تاخذ بايك من الالي اكيد نحنا باش نحاولوا كيما قلت لك مركيو باش نحاولوا نسهلوا على روحنا المهمه مي حتى كان معناتها ما ماكيناش مش باش تكون مهمه مستحيله شفنا توا الافريق معناتها نجم تروح بالترشح من غادي دونك هذايا ماتش فيها لي ورتور باش نحاولوا لو ماكسيموم نحنا نبذلوا مجهودنا في الالي
نحاولوا الماكسيموم نسهلوا على رواحنا المأمورية وكل شيء جاي في كرة القدم.